تشكلت معظم أذواقنا الموسيقية على صوت أوتاره. استطعنا بطريقة فطرية الانتماء إلى آلة العود الذي لا يخفى على أحد دور المشرقيين في صناعته وانتشاره بدءا من تسميته، ويرجح وجوده في بلاد ما بين النهرين قبل نحو 5000 عام. الصنباطي وعبد الوهاب وفريد الأطرش وقبلهم زرياب الذي أضاف للعود وترا خامسا حينما نقل الموسيقى الشرقية إلى الأندلس وطورها هناك. جميعهم أسسوا لأن يكون العود شعبيا مسموعا في سهرات المقاهي ودار الأوبرا على حد سواء. صناعة العود لم تتوقف في المشرق عموما وسوريا منذ سنوات طويلة مضت، الأمر الذي أفضى إلى إدراجه على قائمة التراث الإنساني الثقافي اللامادي، وذلك ضمن اجتماع الدورة 17 للجنة الحكومية لحماية التراث الثقافي المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط. إلا أن ما يجعل تلقي الخبر لكثير من السوريين نشازاً، حيث أدرج العود على القائمة الدولية وفقاً لطلب مشترك بين النظام وإيران، الأمر الذي يطرح تساؤلات عميقة حول السيطرة الإيرانية الثقافية التي باتت تصدر في محافل دولية. كذلك الأمر حول علاقة الأمم المتحدة بما يسمى الأمانة السورية للتنمية التابعة رسمياً لأسماء الأسد.